نبدأ بأول شباط، نجي نحرس هالأرض نفلحها وتش وتشين، ومباشر فيها مثلا تمديد، أول شيء نمد الخراطيم، بعدين نمد النايلو، بعدين نحط صياخ ونعبي كياس، نحط مثلا بالنهار يكون هيك فضى، واحد بيجيب الشتل، يكون الشتل جاهز بالهنجار، بيجيب الواحد بيشر الشتل، أول شيء بيحط سواد جيش، بعدين بيحط الشتل ويشتل ويسقي ويغطي، يعني شغلة 10-15 يوم، بعدين بيكشفوا بيركشوا بيزبطوا، يعني هذا مراحل الشتل. إنتاجه كويس الحمد لله، بس عادين يعني بده عمل، بده شغل، بده تعب الشتوي، بده نايلو، بده تنقيط، بده بزر، بده يسوي واحد مثلا انفاق، بده يتعب فيها يعني، وتكلفتها كتير قوية يعني، خاصة هلا بهالأربع خمس سنين يعني صار التكلفة زيادة كتير يعني، أول الدلم كان يكلف يعني ربع القيمة هلا.